وصل رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم إلى مدينة سليمانية في إقليم كردستان، وضح بيان مقتضب عن رئاسة الجمهورية أن الهدف من الزيارة هو لإجراء سلسلة من المشاورات السياسية المتعلقة بآخر المستجدات على الصعيد السياسي، خصوصا بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في البرلمان. في هذه الأثناء استقبل معصوم مسؤول الهيئة العامة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، وجرى بحث تطورات العملية السياسية والحراك السياسي الحالي للإسراع في تشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات الشعب العراقي بمكوناته كافة.